لرمضان في القاهرة أجواء ذات طابع خاص، ومظاهر الاستعداد لاستقباله لا تخلو من إقبال الصغار قبل الكبار على الفوانيس بمختلف أنواعها وأشكالها. استعدادات هذا العام لا تختلف عن سابقها من أعوام، لكن ارتفاع الأسعار ربما قلل من فرحة المصريين بالشهر الكريم. طبعا ظروف البلد والجو المحيط بالبلد دوت مخلي الناس برضك يعني في حالة ركود، يعني استغلال، التجار بتستغل الوضع السياسي. أسعار حضرتك ما زالت مرتفعة، مش متنور راجل المتوسط. محدش بيشتغل، مفيش شغل، مفيش حركة، الناس كلها معاش فلوس. الغلاء لم يمنع تدافع المواطنين نحو الأسواق، وهنا في سوق السيدة زينب الشعبي تتنوع البضائع الرمضانية وإن قلت حركة الشراء. الناس ظروفها تعبانة ومفيش إقبال على أي حاجة، مش على البلح بس وعلى القميش، على كل حاجة حضرتك. الأوضاع السياسية ألقت بظلالها على الأسواق، فأطلق تجار التمر عليه اسم مرسي وآخر اسم شفيق، وإن كان التمر الذي يحمل اسم الرئيس الجديد هو الأفضل والأغلى هذا العام. احنا عندنا بلح اسمه مرسي، وعندنا بلح اسمه شفيق، وعندنا مرسي بنبيعه ب 13 جنيه، وعندنا بلح شفيق بنبيعه ب 10 جنيه. مهما تبدلت الأحوال فلا غنى للمصريين عن المظاهر الرمضانية المختلفة في كل عام. رمضان في مصر يتميز بطقوس تختلف عن أي بلد آخر، ويأمل المصريون الحفاظ عليها رغم الأزمات السياسية التي تشهدها البلاد. رفيدة ياسين، سكاي نيوز عربية، القاهرة.